هل تعلم قبل أكثر من 80 سنة قطار من البصرة وبغداد ومن ثم إلى باريس ولندن؟ عانت سكك القطار بالعراق الكثير من التقلبات الأوضاع والإهمال، فمنذ سقوط النظام الأسبق عام 2003 وتوالي الحكومات المتعاقبة ظل هذا القطاع بعيداً عن طاولة المناقشات والتطوير، وتضررت بشكل كبير بسبب الإهمال الحكومي وتآلب الأحزاب السياسية المنضوية في رسم الخارطة السياسية للعراق الحديث على سرقة خيرات البلد وتغليب مصالحها الشخصية على مصلحة النهوض بالبلد من الناحية العمرانية والخدمية، متماشية بذلك مع اضطراب الوضع السياسي والأمني بالبلاد. في الأمس شكلت السكك الحديدية وسيلة رائعة وكبيرة من وسائل النقل قبل السيارة والطائرة، وعولت عليها دول كبيرة، ولم يفوت العراق ذلك، حيث كان يسير منه خط الإكسبريس الأوروبي عبر تركيا وكان يسمى قطار توروس، حيث كان يربط العراق بلندن، وذلك فإن العراق كان من أوائل دول الشرق الأوسط استخداماً للقطارات بنقل المسافرين والبضائع، حيث سجلت أول رحلة تم تسييرها كان من بغداد إلى الدجيل جنوب المدينة سامراء سنة 1914، ثم توالت تسيير الرحلات بين المدن العراقية الأخرى بسنوات متفاوتة. وبحسب الوثائق فقد تم اعتباراً من عام 1936 تسيير أول رحلة من البصرة إلى باريس ولندن عبر قطار توروس، أو ما كان يطلق عليه بقطار الشرق السريع، حيث كان القطار ينطلق من البصرة إلى بغداد ومن ثم الموصل ومن هناك إلى إسطنبول، ومن ثم يباشر من الجانب الأوروبي مخترقاً أوروبا وصولاً إلى العاصمة البريطانية لندن، وهو في ذلك كان يعتبر أطول رحلة في القطار عالمياً، ولكنها رحلة دقيقة في مواعيدها وغنية في خدماتها ونظافتها، وكان هذا القطار مضرباً للأمثال في قيافة العاملين عليه من السائق ومساعديه إلى المراقب إلى العمال وحتى الحمالين، والنظام الدقيق المتبع في هذه القطارات. كان أسلوب تسيير القطارات تتم عبر موعدها الدقيقة، وأصبحت أكثر تقدماً مع دخول قاطرات الديزل، وكانت تمتاز بخدمة راقية وخاصة في مراتب الدرجة الأولى والثانية والسياحية، حيث كان يقدم وجبات لجميع ركاب القطار بمختلف درجات مقطوراتهم، ويقدم المشروبات والعشاء بما يعادل مطاعم الدرجة الأولى في نوعية الخدمة والطعام. وكانت المنافسة شديدة بين مطاعم السكك الحديد وما تقدمه الخطوط الجوية العراقية من طعام في طائراتها، وكلاهما كان يمتازان بالجودة والخدمة الفاخرة وينتسبان إلى الوزارة نفسها. أما اليوم وفي عراق 2022 تشكو معظم خطوط السكك الحديد من إهمال كبير بسبب الحروب وتقادم السنين رغم الموازنات العملاقة، ناهيك عن عدم استحداث طرق جديدة أو استيراد عربات أحدث يواكب هذا العصر مع تزايد الحاجة لها، فحتى العربات المستوردة حالياً لا يلبي حاجة العراق وأهمية هذا القطاع بسبب عدم جودتها وملائمة مواصفاتها مع خطوط سكك الحديد العراقية، ما يؤدي إلى تعريض سلامة الركاب والبضائع إلى الخطر، كما أنها لا تزال تستخدم وقود الديزل في عملها، وبالتالي فهي لا تواكب القطارات الحديثة ذات السرعات العالية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.